السلام عليكم. دلوقتي انا عندي حتتين السمك بتاعهم مختلف، وفي باب موجود بينهم، يعني ده مثلا 8 انش، وفي واحد تاني 6 انش اهوت، وفي باب اهوت. عايز احدد بقى الباب ده تبع انهي. خلي بالك اهوت، لما اعمل عايز سيلكت بلاقي بيج بيراميد وزن، لو خليت دوت خلاص هياخد نفس السمك بتاع الحتة دي. طب قلت له دوت، هتلاقي الباب خد نفس سمك الحتة اللي هي 6 انش، فبان ان هو مش مكمل مع الحتة اللي هي 8 انش. فالخاصية دي من الخصائص القوية في الريفت اللي هي بيج بريمري هوست.